كل البلاد بدات تيجي تاخد من عند وعن طيب. فاول يوم اصبح صائما دخل له خادمه بالطعام وقال انا صائم لان الصيام كان موجود في اليوم السابق سنه عدد. نعم. ثم في اليوم الثاني صائم. نعم. اليوم الثالث قال له يا نبي الله افي كل يوم صيام؟ قال اصوم واجوع حتى لا انسى الجياع. لانه لما تولى قال الله ما انا لو اكلت من المطعومات والمشروبات اظن ان كل الناس اكل وشربه. لما البس اظن كل الناس تلبس، لما اسكن اظن ان كل الناس لا، في ناس لا تجد لا طعاما ولا شرابا ولا سكن بارغه. فدي حكمه من حكم استقبال الشهر الكريم. فاين نحن؟ فهو الحكمة أن أمتنع من الفجر إلى المغرب وبعدين أجي ساعة سبحان الله المغرب أكل أربع وجبات في وجبة. هذا كلام غير منطقي، هذا كلام غير منطقي. وبعدين إيه؟ بعدين القضية أن هذا الكيس كما تعوده يتعود. صحيح. هو النفس راغبة إذا رغبتها طبعاً. وإذا ترد إلى قريب تقنعه. تأتي من أين؟ من تربيتها. من تربيتها. وهذا وارد. وذكر إيه؟ كان في صور من 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 السلف كانوا مصرين في الجاهليه مثلا، كانوا من بيوت عز، من بيوت من البيوتات الغنيه المعروفه. عندنا سته من العصر المبشرين بالجنه مليارديرات بلغه العصر. يعني في موسوعه بسم الله الموسوعه بتاعت المجله فوربس ولا مش المجله اللي بتكتب الاغنياء في العالم. لو كانت موجوده من 1500 سنه لكتب سته من العصر المبشرين بالجنه في اولها. من؟ عبد الرحمن بن عوف ملياردير، ابو بكر الصديق مالتي ملياردير، سعد بن ابي وقاص، نعم، طلحة والزبير، سبحان الله ما شاء الله، سبحان الله. هذول اصحاب ملايين. ولكن لما راوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز شعير مره، وخبز الشعير عند العربي وخبز الشعير عند العربي من اكثر الطعام تقشفا، لانه عامل زي الايه، زي الجماعه اللي بيعملوا حميه ريجيم وكده، فياكلوا الايه الحاجات زي الشعير والاسمر الاسمر، وده يقول لك ده الصحه. والمصيبه هو اللي زود نفسه وبعدين يدور على حل. طب يا ابني من الاول بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه. فان لم يكن، يعني ان لم يكن، يعني هو اكول ها، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هيقول طيب انا اقيس الثلث ازاي؟ هو في مقياس. العجب أن العلماء بتوع البيولوجي والتشريح والفسيولوجي قالوا أن كم الهواء المطلوب للرئتين يساوي بالضبط ثلث حجم المعدة. سبحان الله، ثلث، سبحان الله، وما ينطق عن الهوى. فأنا لما أسيب الثلث ومن الرئتين تاخد حركتها في التنفس شهيقا وزفيرا وبيحصل عملية الاحتراق وعملية التمثيل الغذائي. أما لما أعمل ثلاثة أثلاث طعام وبعدين نعطيها ماء وبعدين نعطيها ساخن ونعطيها حلو ونعطيها بارد وبعدين الناس يظنوا من الكرب، كل يا اخي، كل يا اخي، يا اخي اتركه كما هو، سبحان الله. فبحسب ابن ادم لقيمات يقيم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى ادب النبي في الطعام، هو كان عليهم الرسول فخفخينه وعصائر وكوكتيل. لا 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 لما لا 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 من لا 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 سيدنا عمر قالوا يا امير المؤمنين هذه شده، انت ايه مش صعبها على نفسك كده؟ قال والله ربما اطلب لباب البر. لباب البر اللي هو الدقيق الزيرو، لا الدقيق اللي هو الايه، اللي هو الدقيق السويسري او الدقيق الفرنسي اللي بيعمله من الخبز يعني الراقي. نعم. لباب البر واضع عليه لعاب العسل، لعاب النحل، يعني العسل سواء، واضع عليه من سمن اليمن. وعمل وصفه كده عجيبه للصحابه، يعني الله ده خبير باستطاعته يعني. ولكن ماذا أقول لله يوم القيامة؟ تركته حتى أطعم في الجنة رضوان يوم القيامة. إذا هو ترك ما هذا حطام الدنيا، لكن الإنسان لو تعود على الأكل سبحان الله، هذه مسألة ليست طيبة سبحان الله. فثلث لطعامه وثلث لشرابه. طب أعرفها إزاي؟ العلماء علمونا ونحن صغار، قال لك يا ابني قم من على الطعام وأنت تشتهيه. يعني مش يقيموك، لا قم أنت. قم وانت ما زالت لك رغبه في الطعام. اول ما لان السمنه البطنه مصيبه. مصيبه تكسر الانسان وتجيب امراض. وسبحان الله في ناس صحيح السمنه طبع فيها، لكن لما الانسان يهذب طعامه وشرابه هذا اوقع، لان النفس ايه والعقل يعمل، لان العقل والمعده ضدان. اذا امتلأت المعده نام العقل.
100%. يعني إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين الصوم عند الخلف والصوم عند السلف، فبما نخرج من هذه المقارنة؟ المقارنة صعبة. الله أكبر.